بسم الله، الحمد لله، صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في المرة السابقة عن مبادئ علم أصول الفقه، وعرفنا تعريفه باعتبار الإضافة وبالاعتبار اللقبي، وعرفنا موضوعه وغايته واستمداده، وقلنا أن أصول الفقه أربعة. الأصول التي أجمع عليها العلماء أربعة، وكذلك كل الأصول الأخرى التي اختلفوا فيها تتفرع عنها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإن قيل شرع من قبلنا فهو داخل في السنة باعتبار السوابق، فإن قيل عمل الصحابة مثلا يعني فهو داخل أيضا في السنة في مباحثها باعتبار اللواحق، فإن قيل الاستحسان فهو داخل في القياس إلى آخر ذلك. يعني هذه الأربعة هي أصول الأصول، يعني هي أصول للفقه وأصول لأصول الفقه كذلك. باقي الأصول التي اختلف فيها الأئمة رضوان الله عليهم داخلة فيها، تمام؟ وقلنا أن الكتاب تعريفه القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا متواترا، المنقول إلينا متواترا ليخرج ما نقل بالقراءة المشهورة، وليخرج كذلك الحديث القدسي، وإلى آخر هذا الكلام الذي شرحناه من قبل. وقلنا أن المصنف رضي الله تعالى عنه بدأ في مباحث الكتاب، وأن مباحث الكتاب منها ما هو خاص بالكتاب، ومنها ما هو مشترك وتسمى مباحث الألفاظ بين الكتاب والسنة، بل بين الكتاب والسنة وغيرهما. يعني مباحث الألفاظ هذه تفيدك في كل شيء، حتى في نصوص الصحابة، تفيد في الفهم في كل نصوص، في كل الألفاظ، لا يقتصر هذه الأدوات، لا تقتصر فقط على الكتاب والسنة. فيها مسائل خاصة بالكتاب والسنة، كمفهوم المخالفة عند الحنفية، لا يقولون به في النصوص ويقولون به فيما عدا النصوص. مثلا مفهوم المخالفة عند الحنفية لا يعمل به في النص في الكتاب والسنة، ويعمل به في قول الصحابي. يعني ما عدا الكتاب والسنة يعمل بمفهوم المخالفة، ونعرف الكلام ده كله، تمام؟ ثم بدأ رضي الله تعالى عنه وتكلم مباشرة على مباحث الألفاظ، وقلنا أن مباحث الألفاظ هي أهم، أو من أهم أبواب أصول الفقه، هي آلة الفقيه لفهم النص، لأن النص عربي، فلا بد من فهم هذا النص النظمي العربي بأدوات خاصة زاد الأصوليون فيها على أهل اللغة أنفسهم مباحث لم يبحثها أهل اللغة. يعني مباحث الألفاظ عند الأصوليين وصلت الدقة بها والعناية بها مبلغا لم يعتني به حتى علماء اللغة أنفسهم في أي علم من علومهم، مزيد بحث وتدقيق وما إلى ذلك، تمام؟ لذلك نقول علم أصول الفقه علم آلة، علم آلة من علوم الآلة. وقلنا أن علماءنا السادة الحنفية رضي الله تعالى عنهم قسموا النظم العربي من حيث دلالته على المعنى، من حيث إفادته أو دلالته أو نسبته إلى المعنى، لأن الحيثية هنا معتبرة، الحيثية هنا مهمة ومعتبرة، لأن النص القرآني عبارة عن نظم، قلنا احنا نعبر بالنظم عوضا عن كلمة لفظ، لأن اللفظ في اللغة الرمي، وهذا لا يليق بكلام الله سبحانه وتعالى، بينما النظم هو من نظم اللؤلؤ في السلك،
فكأن أو مش هو فعلا كلام الله اللي هو اللفظي هذا المكتوب في المصاحف خلاف النفسي، هو درر تمام ومعجز. فلذلك نقول النظم العربي عامة سواء كان في النصوص أو في غير النصوص من حيث نسبته إلى المعنى قسمه العلماء إلى 4 أقسام أو 5 أقسام. إحنا هم 4، إحنا نقول 5 عشان نسهل تمام. فأول قسم باعتبار الوضع، يبقى اللفظ أي لفظ باعتبار وضعه أنواع 4، وباعتبار استعماله أنواع 4، باعتبار وضوحه أنواع 4، وضوح اللفظ على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى، وباعتبار الخفاء أنواع 4، وباعتبار كيفية الدلالة نفس الكلام 4 أنواع. يبقى كم قسم كده الألفاظ؟ كام؟ 4 × 5 بكام؟ 20 قسم تمام؟ والنظم المراد من هذه القسمة النظم الإنشائي وليس الخبري. فالنظم بالكلام أو الألفاظ الإخبارية أو الجملة الخبرية لا دخل لها في علم الأصول، كالقصص القرآن وما إلى ذلك، هذا إيه؟ ليس متعلقا تعلقا مباشرا بعلم الأصول، ولكن قد يستعين به الأصولي كذلك. لكن ما يتعامل معه علم الأصول وما يتناوله علم الأصول مباشرة هو الإنشاء تمام. من حيث نسبته إلى المعنى باعتبار الوضع، خاص عام مشترك مؤول، يبقى أول نوع 4 أقسام باعتبار وضعه، خاص عام مشترك مؤول. يعني إيه الكلام ده؟ ما هو الوضع أولا؟ يعني إيه وضع؟ الوضع جعل اللفظ المعنى بإزاء اللفظ، أو اللفظ بإزاء المعنى، جعل المعنى اللفظ بإزاء المعنى، بحيث إذا أطلق الأول فهم الثاني. يبقى تعريف جعل اللفظ بإزاء المعنى، بحيث إذا أطلق الأول اللي هو إيه الأول هنا؟ اللفظ، إذا أطلق فهم الثاني تمام. هو ده الوضع. يعني إيه الكلام ده برضو؟ يعني كلمة كتاب، أنا أول ما قلت كتاب كده كله فهم إيه؟ المعنى، والمعنى ده صورة تحصل في الذهن، اللفظ دال على هذه الصورة، يدلك على الصورة التي تحصل في ذهنك منه، يبقى اللفظ دال والمعنى المدلول، اللفظ دال والمعنى مدلول، المعنى صورة ذهنية تحصل للإنسان، واللفظ لا ده صوت، لأن الدلالة أنواع 3 أنتوا عارفينها، لفظية وطبيعية وعقلية. إحنا هنا في الأصول ما نتكلمش على العقلية ولا على الطبيعية، دي بتاعة المنطق، لكن الأصول يتكلم عن اللفظية تمام؟ لأن إحنا قلنا موضوع علم الأصول إيه؟ ها؟ الأدلة والأحكام، فالأدلة إيه؟ نظم ألفاظ يعني تمام؟ طيب، فباعتبار الوضع إما خاص وإما عام وإما مشترك وإما مؤول على القسمة المشهورة عند الحنفية، وفي بيبدل المؤول ده بحاجة تانية مش لازم نقولها دلوقتي تمام؟ خلينا في السهل اللي هنحفظه مع بعض. فيبقى في خاص وفي عام وفي مشترك وفي مؤول. إيه الحكاية دي؟ أي لفظ في اللغة العربية إما يكون ليه معنى أو أكتر من معنى. يبقى اللفظ في اللغة العربية إما أن يكون له معنى واحد أو معاني أكثر من معنى واحد. فإن كان لللفظ معنى واحد يسمى خاص تمام؟ طيب، يبقى دي سهلة خالص. كتاب معناه إيه؟ كتاب. ليه معنى تاني؟ لا. قلم يعني ممكن نعتبر له معنى واحد وهكذا تمام؟ كرسي هو كلمة لفظ له معنى واحد.
طب قالوا كلمة ظريفة قوي في تعريف الخاص لما نقرأ الكتاب، بيقول لك لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد. طب ليه ما قالش اسم ولا قال فعل ولا قال حرف، قال لفظ؟ فهل الكلام ده ليه معنى؟ يعني لفظ في المطلق كده؟ وإيه مرادهم بلفظ هنا في الخاص ده؟ يعني لو واحد قال دايز يبقى التعريف داخل فيه؟ لا. ليه؟ لأن ليس له معنى أصلا. طيب دي نقطة. نقطة تانية بقى يا شيخ عبد الله، هل للحروف معاني؟ ويبقى فيها خاص وعام ومشترك. هل للأفعال نفس الكلام تدخل في هذه القسمة؟ أيوة. والأسماء؟ أيوة. يبقى هذا التقسيم يدخل فيه الاسم والفعل والحرف. فنيجي مثلا نقول الباء للإلصاق. طب والباء دي مشترك ولا عام ولا خاص في معنى واحد وهو الإلصاق؟ ويجي حرف تاني ممكن يبقى ليه بقى كذا معنى، يبقى مشترك. يبقى الحرف ايضا يدخل في هذا التقسيم، والاسم ايوه زي الكتاب خاص على حاجه واحده. ضرب، هذا فعل خاص بمعنى واحد وهو الايه؟ الضرب، مالوش معاني تاني. تمام. طيب يبقى الخاص لفظ واحد له معنى واحد. جميل. وكل كلامنا هنا في اللفظ المفرد، ما بنتكلمش على الجمل هنا خالص. يعني لما بنتكلم بالقسمة دي كلها كده الخماسية، بنتكلم على اللفظ المفرد، لا نتعرض فيها للمركبات للجمل سواء أفادت أو لم تفد. لا، احنا بنتكلم على اللفظ المفرد. فأول ما يكون باعتبار الوضع الخاص، بعد الخاص العام. احنا قلنا اللفظ إما أن يكون له معنى واحد أو معاني متعددة، ثم إن تعددت المعاني إما أن تكون ليها طريقتين بقى في التعريف. نقول اللي في الكتاب هنا الأسهل اللي عليه المتقدمين، إما أن يكون على سبيل البدل يبقى اسمه مشترك، أو لا على سبيل البدل وعلى سبيل الشمول يبقى اسمه العام. دي طريقة. وفي طريقة تانية تقول حاجات تانية بتاعت صدر الشريعة مش لازم نقولها، يعني يبقى نقولها في مرحلة متقدمة شوية. تمام. فالعام أو العبارة عن مثلا قولك جاء الطلاب. الطلاب ده معنى واحد صح؟ لفظ واحد لكن معناه كثير. لكن لو قلت جاء محمد، هو محمد. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. يا أيها الذين آمنوا هنا إيه؟ خاص ولا عام؟ عام. طب ليه مش مشترك؟ احنا قلنا الفرق بين العام والمشترك على طريقة الإمام البزدوي رضي الله عنه اللي عليها الكتاب ده، إن المشترك يبقى فيه بدل لكن العام فيه شمول. أقول لكم المشترك زي إيه ولا أنتوا عارفين؟ قول يا شيخ عبد الله كده المشترك زي إيه؟ قال عين. أسهل حاجة معروف. عين معناها إيه عين دي يا شيخ؟ عين يعني إيه؟ دي يعني إيه؟ العين الباصرة. تعرف تطلع لي معنى تاني؟ العين الماء. ثالث الجاسوس. رابع الذهب. خامس العقار. بقينا نقول عليه عين أعيان. ده أعيان لا، ده بقت معناها حاجة تاني. خمسة وستة وهكذا. تمام؟ طب إيه الفرق بين كلمة عين وكلمة يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس؟ ايه الفرق؟ انت لما تتكلم عن العين لابد ان تحدد احد معاني على سبيل البدل. المعنى ده لما يتحدد يبقى اسمه المؤول بقى. يبقى المؤول عبارة عن مشترك يتحول بعد ذلك الى ايه؟ مؤول. على هذا الاصطلاح. عشان الشافعية عندكم اصطلاح تاني، خلي بالك. تمام؟ على اصطلاح الحنفية هو ده المؤول. المؤول عبارة عن عين. عايزك ايه عين؟ يعني تقول رأيت بعيني. يبقى تأول او تعين احد معاني المشترك، فخلاص بقى مؤول بقى من السياق، من السباق واللحاق.
تمام؟ أرسلت عيني لتتجسس على العدو، خلاص كده إيه؟ تغير المعنى مرة تاني. ففي كلا الحالتين ده بقى اسمه إيه؟ مؤول. يبقى الخاص والمؤول سهلين أهو، المشترك واضح. إيه بقى الفرق بين المشترك والعام؟ العام على سبيل الشمول، أنت بتشمل كل المؤمنين، كل الناس، لكن المشترك على سبيل البدل. على سبيل البدل، أنت قصدك يا إما العين دي يا إما الجاسوس، مش قصدك الاثنين، خلافا للجماعة دول برضو عندهم إيه؟ عموم المشترك. عند الشافعية مش عندنا، إحنا لا نقول به، تمام؟ طيب، يبقى في خاص، يبقى لفظ واحد، تمام؟ يساوي معنى واحد. طب والعام؟ لفظ واحد ها يساوي كم معنى؟ معاني ولا معنى مشترك بينهم؟ معاني، تعددت المعاني، خلي بالك، تمام؟ ولكن أفراد المعاني كمان، مش بس المعنى، خلي بالك يا شيخ عبد الله عشان دي مهمة في العام. العام يتعدد الأفراد، وإلا لو تعدد المعنى صار عام، ولكن الأفراد شيء واحد في الذهن أو في الحقيقة يبقى خاص من نوع. لكن العام لابد أن نفهم الحكاية دي دلوقتي، العام لابد أن يتعدد مفهوم وما صدق. الناس دول مش ناس كتير فعلا؟ وانت بتعمهم كلهم، بتشملهم كلهم بهذا اللفظ، أيوة كده ده اسمه عام، لكن له حيثيات أخرى يصبح خاص بالجنس أو النوع، إن الخاص أربع أنواع هنعرفه، تمام؟ فيبقى عام لفظ واحد ويدل على إيه؟ أفراد كثيرين يشملهم كلهم. طيب المشترك لفظ واحد برضو، هو في الواسع كده هو لفظ واحد، بيساوي ايه اللفظ الواحد ده؟ معاني على سبيل البدل، تمام؟ يدل على ما يساوي اللي انا كاتبها دي، معناها يدل، يبقى لفظ يدل على معاني متعددة على سبيل البدل. والمؤول لفظ واحد يدل على أحد معاني المشترك. تمام؟ واضحة كده؟ والله أعلم.